بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن العناية التمريضية والإرشادات الصحية عند أعطاء الأنسولين. طبعا الأنسولين مهم جدا لجسم الإنسان، وبالذات يعني المرضى المصابين بمرض السكر. طبعا هذا الموضوع خاص فيهم بالتحديد. طبعا لا يعطى الانسولين الا بعد تحليل البول لكي يستطيع ان يقدر كمية الانسولين المناسبة للجسم. ويجب ان يكون المريض حذر جدا في استخدام الانسولين ايضا. وايضا يزرق الانسولين تحت الجلد وبصورة منتظمة. وأيضا تنظيم وجبات الطعام وتحديد المواد الغذائية والسعرات الحرارية في كل وجبة عند مريض السكر، وأيضا تحذير المريضة من علامات أو أعراض نقص السكر في الدم. يجب أن يعني تحذرها بشكل كامل، بالذات إذا كان طبيب مختص في هذا المجال. وأيضا يجب تحليل البول 4 مرات تقريبا بشكل يومي بواسطة محلول الشريط الخاص المعروف. وطبعا تعطى كمية الأنسولين حسب إرشادات الطبيب التي يعني تكلم عنها في السابق. وأيضا التأكد من جرعات الأنسولين عند يعني سحبها من قبل المريضة نفسها. يعني لما تسحب نسبة الأنسولين في الإبرة لازم تتأكد من مقدار المادة الموجودة داخل الإبرة. وأيضا استعمال السرناجات الخاصة لإعطاء الأنسولين. وأيضا يجب أن تتعلم المريضة كيفية أخذ الأنسولين، وأيضا هذه أهم النقاط التي تكلمت عنها في الإرشادات الصحية عند إعطاء الأنسولين لمرضى السكر. وأيضا يجب يعني الحث عليها، لأنها يعني لأي إهمال في هذه النقاط ممكن تسبب مضاعفات خطيرة جدا عند مرضى السكري. وإلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.